هنتكلم النهاردة يا سنة رابعة على آخر مفهوم عندنا في الوحدة الأولى، المفهوم الرابع اللي هو التواصل ونقل المعلومات. في المفهوم ده يا سنة رابعة هنعرف إزاي إن الإنسان والحيوان بيستخدم الصوت والضوء علشان يقدر إن هو يتواصل. تمام، أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي الخنافس المضيئة. الخنافس المضيئة يا سنة رابعة زي ما انت شايفها على الصورة عندك كده، هنلاقي ان هي بتعمل اضاءة. طب قبل ما بتعمل اضاءة، هي بتوجد فين الخنافس المضيئة دي يا مس؟ الخنافس المضيئة يا سنة رابعة هي بتعيش على اشجار المنجروف. اشجار المنجروف دي موجودة في تايلاند، يبقى الخنافس المضيئة بتعيش على اشجار المنجروف. طيب الاضاءة اللي بتعملها الخنافس المضيئة دي بسبب ايه؟ بسبب ان هي بتعمل تفاعل كيميائي داخل جسمها بيساعدها ان هي تعمل اضاءة. طب لو جينا نبص للخنفسة المضيئة اللي عندنا في الصورة هنا، هنلاقي ان هي تمتلك اجنحة. طب هل الجناح او الاجنحة اللي هي بتمتلكها دي سنة رابعة علشان الطيران فقط؟ قال لي لا، هي بتستخدم الأجنحة بتاعتها دي علشان تقدر إن هي تطلق ومضات تبدأ إن هي تعمل إضاءة. طب الإضاءة اللي بتعملها الخنافس المضيئة دي ليه؟ السبب علشان سببين. أول حاجة إن هي تبدأ تحذر المجموعات التانية لما بيكون في حيوان مفترس قادم عليهم، فتبدأ تعمل إضاءة علشان تنبه أو تبدأ تحذر المجموعات التانية. تاني حاجة إن هي بتعمل إضاءة علشان تجذب الجنس الآخر علشان تقوم بعملية التكاثر. بعد كده الخنافس المضيئة يا سنة رابعة بتقوم إن هي بتقلد نمط المجموعة الأخرى. يعني إيه يا مس بتقلد نمط المجموعة الأخرى؟ يعني لو جنبها مجموعة بتعمل إضاءة معينة، بتبدأ الخنافس المضيئة بتقلد نفس الإضاءة اللي بتقوم بيها المجموعة التانية. تمام، لاحظ العلماء هذه الإضاءة إن هي بتبدأ تقلد المجموعات التانية، فعملوا إيه؟ بدأوا إن هم يستخدموا العلماء مجموعة من المصابيح ويضيئوا المصابيح دي بطريقة معينة، فلاحظوا إن الخنافس المضيئة يا سنة رابعة بتبدأ إن هي تقلد نفس الإضاءة دي اللي هي إضاءة المصابيح. تمام، بعد كده عندنا الحروف الأبجدية والكتابة. طبعا يا سنة رابعة بيختلف التواصل ما بين البشر عن التواصل ما بين الحيوانات. يعني الحيوانات وهي بتتواصل مع بعضها بتواصل بطريقة بتختلف عن التواصل ما بين البشر وبعضهم البعض. طيب طبعا الإنسان بيقدر إن هو يتكلم، فبيقدر إن هو يتواصل مع الإنسان اللي زيه، عكس الحيوانات. الحيوانات ما بتقدرش إن هي تتكلم، فبالتالي بتستخدم طرق تانية علشان تقدر تتواصل مع بعضها البعض. طيب بالنسبة للإنسان، وإحنا بنقول إن هو بيقدر يتكلم، برضو من منذ عصور قديمة جدا يا سنة رابعة كان برضو بيقدر الإنسان يتواصل مع إنسان تاني من طريق الكتابة. طيب الكتابة يا سنة رابعة هي بدأت مرت بمجموعة من التطورات، بدأت تاخد أشكال مختلفة لحد ما وصلت لحد الآن بالشكل اللي احنا بنشوفه بيها الحروف الأبجدية بتاعتنا. طب زمان كان شكلها عامل إزاي؟ زمان يا سنة رابعة من 3000 قبل الميلاد المصريين القدماء اكتشفوا كتابة كانت اسمها الكتابة الهيروغليفية. الكتابة دي سنة رابعة كانت فيها 700 رمز، يعني هي كانت عبارة عن رموز مش حروف زي اللي احنا موجودة بنكتب بيها دلوقتي، لا هي كانت رموز. تمام، كانت حوالي 700 رمز. كمان زمان البابليون اللي هم الموجودين في العراق دول أنشأوا نوع من الكتابة اسمها الكتابة المسمارية. بعد كده الكتابة بدأت إن هي تتطور، وبدأت إن هو يكون في تحسين وتطوير في الكتابة، بدأ إن هم يكتشفوا مجموعة من الحروف. طيب زمان المصريين محتاجين إن هم الكتابة دي يكتبوها على أوراق، صح؟ محتاجين إن هم يكتبوها على أوراق علشان يقدروا إن هم ينقلوها بينهم وبين بعض، فيحتاجوا لإيه؟ لورق علشان يكتبوا عليه. هم بقى استخدموا ورق البردي علشان يكتبوا عليها الرموز بتاعتهم اللي هم كانوا عشان يتواصلوا مع بعضهم البعض. طب ورق البردي دوت بيتصنع من ايه يا سنة رابعة؟ بيتصنع من نبات اسمه نبات البوز. نبات البوز دوت بينمو في المستنقعات. كمان الصينيون اخترعوا ورق، الورق دوت بيبدأ ان هم يستخرجوه من اشجار التوت.
بعد كده بدأت الكتابة، يبقى في تطور وتحسين في الكتابة لحد ما وصلت بينا للوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه يا سنة رابعة، اللي هو اللغة الأبجدية أو الحروف الأبجدية بتاعتنا اللي بتقدر من خلالها الناس أو البشر يتواصلوا مع بعضهم البعض. بعد كده يا سنة رابعة هنتكلم على أغاني الحيتان. عندنا نوع من الحيتان اسمها الحيتان الحدباء. الحيتان دي يا سنة رابعة بتبدأ إن هي تغني أو تصدر مجموعة من النغمات تحت المي. هي بتبدأ بمجموعة من الأغاني دي علشان تقدر إن هي تتواصل مع بعضها البعض. تمام، هل نوعية الأغاني دي يا مس بتختلف تبعا لفصول السنة؟ يعني فصل الصيف بتختلف عن فصل الشتاء من حيث صوت الأغاني؟ أقول لك آه، دي معلومة جميلة جدا. عندنا الأغاني بتاعة الحيتان الحدباء يا سنة رابعة بتختلف حسب الموسم. يعني إيه؟ يعني في فصل الصيف بتكون نوعية الأغاني مختلفة عن فصل الشتاء. طب إيه السبب؟ هو في الشتاء الأغاني اللي بتصدرها الحيتان بتكون علشان تقدر إن هي تتزاوج، تعمل عملية تزاوج. أما في فصل الصيف هي بتصدر الأغاني علشان تبدأ إن هي تقوم بعملية التغذية، تبدأ هو ده بيكون موسم التغذية، فتبدأ إن هي تصدر نغمات معينة علشان تقوم بعملية البحث عن الطعام، وبتبدأ إن هي تقوم بإيه؟ بعملية التغذية. تمام. طب بالنسبة لدرجة الصوت، هل في الشتاء بيكون الصوت عالي ولا مرتفع؟ وكذلك في الصيف بالنسبة لأغاني الحيتان اللي بتصدرها بتكون يا سنة رابعة في الشتاء بتكون النغمات ديت حادة. يعني إيه حادة؟ يعني عالية. يبقى النغمات لما يا سنة رابعة تكون النغمات عالية مرتفعة بنطلق عليها، نقول عليها إنها نغمات إيه؟ حادة. طيب بتيجي فصل الشتاء بتكون النغمات حادة، يعني النغمات عالية جدا. واحنا عارفين يا سنة رابعة في الشتاء المية هتتميز انها تكون باردة ولا دافية؟ ممتازين، هتكون المياه اللي موجودة بتعيش فيها الحيتان هتكون مياه باردة. فدي معلومة مهمة جدا لازم تعرفها، ان الحيتان الحدباء الاغاني او النغمات اللي بتصدرها في فصل الشتاء بتكون نغمات حادة او مرتفعة. اما في فصل الصيف بتنخفض هذه النغمات وبتكون بنقول عليها غليظة. يبقى لما تكون النغمات منخفضة صوتها منخفض بنقول عليها غليظة. يبقى في فصل الصيف النغمات بتكون غليظة يا سنة رابعة. طب فصل الصيف المياه اللي موجودة فيها الحيتان الحدباء بتكون المياه دافئة ولا باردة؟ ممتازين، بتكون دافئة. يبقى أهم معلومة تعرفها عن أغاني الحيتان إن هي بتصدر مجموعة من النغمات، بتختلف هذه النغمات حسب فصول السنة أو حسب الموسم. في فصل الشتاء احنا عارفين إن المية بتكون باردة، النغمات بتكون مرتفعة أو عالية، النغمات دي بنقول عليها حادة. تمام، بتيجي في فصل الصيف بتكون هذه النغمات غليظة يعني منخفضة. تمام، فصل الصيف بتقوم الحيوانات اللي بتقوم الحيتان بإن هي بتعمل إيه في فصل الصيف؟ ممتازين، ده موسم التغذية. أما الشتاء هو موسم التزاوج. بعد كده بما إن إحنا اتكلمنا على أغاني الحيتان وقلنا من حيث إنها مرتفعة أو منخفضة، يعني لازم نعرف درجة الصوت. إيه هو درجة الصوت؟ يعني الصوت ده هل هو مرتفع ولا منخفض؟ فأنا بسميه درجة الصوت، الدرجة بتاعته يعني مدى الارتفاع بتاعه، الانخفاض بتاعه. فدرجة الصوت هو مقدار ارتفاع أو انخفاض الصوت. يبقى لما أقول لك اكتب المصطلح العلمي أو اكتب المفهوم العلمي هو مقدار ارتفاع أو انخفاض الصوت، هتقول لي هو درجة الصوت. بعد كده يا سنة رابعة هنتكلم على نقل المعلومات. طبعا احنا اخدنا قبل كده في مفهوم التاني، اتكلمنا ان احنا عندنا مجموعة من الحواس زي السمع والبصر واللمس والتذوق والشم. هذه الحواس يا سنة رابعة قلنا ان هي بتجمع المعلومات من البيئة وبتبدأ ان هي ترسلها للمخ علشان المخ يبدأ يترجم ويبدأ ان هو يرسل رسالة معينة عشان يدي رد فعل للإنسان، صح ولا لا؟ تمام. طب احنا عارفين ان لو انا عندي صوت مين اللي هيستقبل الصوت ده؟
الأذن. طب لو أنا عندي طاقة أو طاقة ضوئية أو ضوء، مين اللي هيستقبل؟ مين الحاسة اللي هتستقبل الضوء؟ ممتازين حاسة البصر اللي هي العين. تمام، سواء الصوت أو سواء الضوء، دي كلها حاجات موجودة في البيئة بتستقبلها حواس معينة. طب أنا دلوقتي لو أنا عندي العين يا سنة رابعة بتقدر إن هي تستقبل الإشارات وبتنقلها بسرعة جدا لو كانت على مسافات بعيدة. طب لو أنا عايز أخد مثال كده، زي مثلا عندنا في أول صورة صديق يلوح من بعيد، يعني لو واحد واقف على مسافة بعيدة ويبدأ إن هو يشاور لك، طبعا أنت هتشوفه، يبقى ده أنت بتعتمد على حاسة البصر، بتبدأ إن أنت تجمع معلومات من البيئة على مسافات مختلفة. تمام، إشارات المرور برضو بتقدر إن أنت تميز الإشارة الحمراء والإشارة الخضراء لو أنت واقف على مسافة بعيدة. تمام، كمان شعلة إنقاذ، لو واحد مولع معاه مثلا خشبة أو مولعها فيها نار، هتلاقي إن أنت الشعلة دي هتبدأ إن أنت تميزها من على إيه؟ من على مسافة، صح ولا لأ يا سنة رابعة؟ تمام، بعد كده يا سنة رابعة عندنا التقويم، بيقول لك أكمل العبارات الآتية. السؤال الأول بيقول لك تعيش الخنافس المضيئة على أشجار نقط. السؤال الثاني، تعلو درجة صوت أغاني الحيتان الحدباء في فصل نقط. السؤال رقم ثلاثة، تختلف نوعية الأغاني بالنسبة للحيتان حسب الموسم، فيعتبر الشتاء هو موسم. السؤال رقم أربعة، يصنع ورق البردي من نبات نقط. السؤال رقم خمسة، تستخدم الخنافس المضيئة الومضات للتحذير بقدوم حيوان مفترس أو نقط.